بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحمد الله عز وجل أنه لا يزال في هذه الأمة بقية باقية تعنى بمثل هذه الدروس، وفي نظري أن هذه الزاوية بفعلها هذا وبقيامها بهذه الدروس المحمدية هي تعنى بأثر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ونشرهم للعلم، وهي لا تبعد كثيرا عن مدارس أئمتنا الفقهاء، وإن كانت إن كان الفقهاء يؤصلون من كل من موقعه، فإن هذه المدرسة تأتي بالعلماء من أقاصي الدول الإسلامية والعربية وغيرها، لكي يؤصلوا ويضعوا المنهج الذي يرونه مناسبا لخدمة الإسلام والمسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها وأن يمد بعمر شيخها الشيخ محمد عبد اللطيف، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه الولي وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
الفرقاء. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة آتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الثقلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الحضور الكرام من الجمهورية اللبنانية، نزل ضيفا على الروضة المحمدية وساحة الدروس النورانية فضيلة الدكتور محمود محمد إسماعيل ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه ما جاء به القرآن الكريم هو الأقوم الأحسن. فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أساتذتي ومشايخي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع سببه أنه استرعت انتباهي آية من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة عشية ذلك اليوم، وكانت من آخر ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد عاش بعدها ما يقرب من 3 أشهر. صرح الله تعالى فيها بأنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبدا ولا يحتاج إلى زيادة أبدا، وأنه أتم علينا نعمته بأن شرع لنا الإسلام وأرسل لنا محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. وهذا الدين الذي شرعه لنا هو الدين المختار، وهو الدين المرضي لديه سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لماذا كان الإسلام هو الدين المختار لنا والمرضي عنده سبحانه؟ نستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يأتيك هؤلاء الكفار يا محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أو شبهة أو منهج أو عقيدة أو سلوك إلا جئناك وبينا لك الحق في ذلك، بل وأحسن تفسيرا مما يعتبر هو الأمثل والأحسن. الحق لأنه من الحق العظيم، وهو الحق سبحانه، والحق شرعه، وهو العليم بما يشرع لعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. وأحسن هنا معلومكم هي أفعل تفضيل، وهذه تفيد في اللغة أن شيئين اشتركا في شيء وزاد أحدهما على الآخر فيه. فهنا قد يكون ما يأتي به الغير إما حقا وإما غير حق، فإن كان غير حق فهو مردود بغض النظر عمن قال به، وإن كان حقا فهو وإن كان يتوافق مع الشرع، لكن الشرع بالإضافة إلى كونه حقا يتصف بأنه أحسن تفسيرا من جهة حالة التطبيق والعمل به وترتيب الأجر عليه. فمن يطبق الحكم الشرعي على نفسه لا يجد غضاضة في تطبيقه ولا نفورا منه، لأنه ينظر إلى ما وراء ذلك من أجر على تطبيقه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأقوم هنا أيضا اسم تفضيل يقال فيه ما يقال في لفظ أحسن. فهذا القرآن يهدي وغيره يهدي، ولكن هذا القرآن محسوم أمر هدايته أنه هدي إلى الأقوم. هل إلى الأقوم في الانتساب إلى نوع الدين من بين الأديان؟ ممكن، فإن من ينتسب إلى الإسلام ينتسب إلى باقي الأديان السماوية، وذلك بإيمانه بسائر كتب الله ورسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما الذي يؤمن به المسيحي بالنسبة للإنجيل
وعيسى عليه السلام زياده على ما يؤمن به المسلم. كلاهما يؤمن بعيسى، هذا ان كان ايمانه او لا زال على الايمان الصحيح والهدي الصحيح الذي انزله الله على عيسى عليه السلام. كل منهما المسلم والمسيحي يؤمن بالانجيل كتابا من عند الله، وكل منهما يؤمن بعيسى نبيا من انبياء الله. ما الذي يؤمن به اليهودي زيادة عن المسلم في حق موسى عليه السلام وفي حق التوراة؟ هذا إذا كان اليهودي لا زال يؤمن بدين عيسى صحيح. ولكن المسلم يزيد على اليهودي ويزيد على النصراني بأنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به، ويؤمن بالإسلام ويؤمن بالقرآن الكريم وكل منهم لا يؤمنون بذلك. فهنا الأحسن والأقوم. ويحضرني حادثة حدثت في مصر أيام الخديوي إسماعيل، يذكر أو يذكرون فيها أن الخديوي جمع ثلاثة من علماء الأديان الثلاثة، حبر من اليهود وقسيس من النصارى ورجل علم أو عالم من المسلمين، وقال لهم: أريد من كل واحد منكم أن يثبت لي أنه سيدخل الجنة دون غيره. وبدأ باليهودي فقال اليهودي: نحن سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى عليه السلام وآمنا بالتوراة، وأما المسلمون فلا يؤمنون بذلك. وقال له النصراني: أما نحن فسندخل الجنة لأننا آمنا بعيسى وآمنا بالإنجيل. وجاء دور المسلم ليقول له: إن كان اليهود سيدخلون الجنة فإننا سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى عليه السلام وبالتوراة معه، وإن كان النصارى سيدخلون الجنة فإننا سندخل الجنة لأننا آمنا بعيسى وآمنا بالإنجيل معه، وإن كنا سندخل الجنة فإننا سندخل الجنة ولا يدخلونها هم لأننا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ولم يوجد منهم إيمان بهم. ولكن الأقوم والأحسن هو في الإسلام هو الإيمان بالإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم زيادة على ما جاءت به الرسل والكتب الأخرى، مع الإيمان بما صح منها وبرسلها عليهم الصلاة والسلام. وهل الهداية إلى الأقوم في العقيدة الخاصة بالمسلم التي رضيها الله سبحانه وتعالى له فجاءت كاملة واضحة بسيطة لا يخالف العقل فيها الشرع ممكن أيضا؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أن أصول العقائد واحدة، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. لكن الحق والأحسن والأقوم في هدي القرآن الكريم أنه ألغى كل باطل أو زائف ألحق بالإيمان بالله تعالى مما اخترعته العقول المضللة وألصقته بالأديان السماوية السابقة، فقدت غير مقبولة وغير صحيحة في جانب الله سبحانه من نسبة الولد والصاحبة والبخل والشريك إليه سبحانه، مما لا يرضاه عاقل حتى لنفسه أحيانا. هذا فضلا عما أنتجته عقول ذوي العقائد الفاسدة من غير أصحاب الديانات السماوية ومن أصحابها أحيانا، من السجود للأصنام واعتقاد الضر والنفع فيها والتقرب إلى المخلوقات بما لا ينبغي إلا للإله الخالق سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي: إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي،
خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فجاءت الهداية في الإسلام لتعيد الجميع إلى المنهج الذي يرضاه الحكيم الخبير العليم الذي يتعلق الأمر به، وهو المقصود بالعقائد، وإليه يرجع الأمر كله. هذا المنهج هو منهج قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منهج وإذا مرضت فهو يشفين. منهج واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. منهج قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء سبحانه. وهل الهداية للأقوم في العبادة؟ ممكن أيضا، وذلك بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء والقيام بها. ربنا لا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وبالمقابل لا تتساهلوا ولا تترخصوا حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوزوا القصد والاعتدال وحدود الاحتمال، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ويرسم القرآن الكريم هذا التوازن فيقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وانظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم يسألن أزواجه عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فلما أخبرنهم بها كأن هؤلاء الصحابة الثلاثة تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإنني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فإنني أصلي الليل كله ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فإنني أعتزل النساء ولا أتزوج النساء. ولما عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبرنه أزواجه بذلك، فجمع عليه الصلاة والسلام الناس وقام بهم فيهم خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا رسم منه صلى الله عليه وسلم لمعالم المنهج الوسطي والمعتدل الذي لا غلو فيه ولا تفريط. وهل التي هي أقوم هي في علاقة الناس فيما بينهم؟ ممكن أيضا. انظر إلى القرآن الكريم وهو يضع معالم تعامل الإنسان مع والديه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تقل لهما أف، يعني إن صدر إليك أمر وإن كان ثقيلا على نفسك فحاول أن تحتبس أنفاسك فلا تتلفظ بأي لفظ يدل على أن هذا الأمر الموجه إليك منهم غير محبوب ومحبب إلى نفسك. فلا تقل أف بمعنى أتضجر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا ما يسميه أهل البلاغة بالاستعارة، يريد منك سبحانه أن تكون بين يدي والديك كالطائر الكسير الجناح. ما مستوى ضعف هذا الطائر عندما يكون جناحه مكسورا؟ في منتهى الضعف. فالقرآن يريد منك أن تكون في منتهى الضعف أمام والديك، فلا ترفض لهما أمر ولا تشعرهما بأنك أنت صاحب أمر في أمر من الأمور. وانظر إليه، إلى القرآن وإلى الإسلام، وهو يؤكد علاقة ويحدد علاقة الإنسان بأخيه المسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره ثلاثا، بل إن الإسلام ليذهب أكثر من ذلك، فيرتب له للمسلم حقوقا على أخيه المسلم بأن يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويصلي عليه ويشيعه إذا مات. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومنع من إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى، حتى الإيذاء بقتار القدر، رائحة الطبخ، وإن كان لابد فلتهدي إليه. إن لم تستطع إخفاء رائحة الطبخ عن جارك فأكثر المرق، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: واهدي جارك من هذا الطبخ. وهذا تكفير لإيذائه بشم قتار قدرك ورائحة الطعام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صفوف المجاهدين في غزوة بدر بقضيب في يده، فيصيب بطن سواد ابن غزية من بني النجار، ويقول: استقم يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثت بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. فيكشف رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويقول: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن أمس جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. كما أن القرآن الكريم شرع الأهدى والأقوم والأحسن حتى في تعامل الإنسان مع عدوه وخصمه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان على الإطلاق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يفصل الأمر ويؤكده فيقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وبهذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل كل إنسان إلى الحق الذي لا يمكن لإنسان أن يظلم فيه أو يغبن معه. فأين ذلك مما أنتجته ووضعته بعض القوانين من أنك إذا استطعت أن تأخذ مالي بالقانون فلا مانع من ذلك، لأن القانون لا يحمي المغفلين. حتى وأنك إن استطعت أن تحتال على القانون نفسه فلك ذلك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. والقرآن يحدد الأهدى في تعامل الأزواج فيما بينهم، وهنا يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة في حال الصبا والنشاط، ورحمة في حال شيخوخة والكبر لئلا ينسوا الفضل بينهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لذلك معالمه فيقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية: وكسرها طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل إنه صلى الله عليه وسلم لطالما كان يمدح السيدة الفاضلة خديجة رضي الله تعالى عنها بعد مماتها حتى قبض، ولطالما كانت تغار من ذلك السيدة عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم باراً بصاحبات خديجة حتى بعد موتها. فصلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه مع ما اتصف به معهن صلى الله عليه وسلم من رقة ولطافة وحسن معاملة. ونجده صلى الله عليه وسلم يقول للزوجات معلما لهن حسن التعامل مع الأزواج والطاعة لهم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. كل ذلك لتثبيت مبدأ المودة والرحمة وحسن التعامل بين الزوجين، لتثمر سعادة للأسرة وتماسكا ودواما، فينعم كل منهما بالآخر ويتفيأ ظلال ذلك الأولاد والأحفاد. والقرآن أيضا يحدد التي هي أقوم في علاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، فيطلب من المحكوم السمع والطاعة: اسمعوا وأطيعوا، أو فعليكم بالسمع والطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولكن هذه الطاعة
شرطها الإسلام أن تكون في غير معصية، وطلب من الحاكم أيضا أن يكون رفيقا رحيما عادلا بالرعية. وفيه صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ولاه الله أمرا من أمور المسلمين ثم مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. وهذا القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في إصلاح الإنسان من داخله، فيجعله مراقبا لنفسه، مهذبا لها، حاملا إياها على مراقبة الله سبحانه وتعالى دون مراقبة من أحد من الخلق، ودون الخوف من أحد أيضا. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن مراتب الدين في حديث جبريل، وجبريل يعلمه ذلك، عندما سأله أولا عن الإسلام فأجابه وصدقه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه وصدقه، ثم سأله عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكم هي الآيات التي ذيلها العليم الحكيم بقوله: لعلهم يتقون، لعلكم تتقون، وجاء الأمر فيها بالتقوى على وجه الإلزام والندم. وأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه تعالى رقيب وشهيد على خلقه، وما ذلك إلا ليصنع من المسلم إنسانا صادقا متزنا يتناسب ظاهره مع باطنه، فكما يتجمل ويظهر بالخير والصلاح وعدم الإضرار بين الناس، هو كذلك في باطنه وحقيقة أمره. انظر إلى المسلم في رمضان عندما يتوضأ فيتمضمض، كيف يحاول أن لا يبقي للماء أثرا في فمه حتى لا يكاد يجفف فمه من كثرة التفل. وانظر إليه وهو ينفرد في مطبخه عن عموم الناس بين أطايب الطعام والشراب، من يمنعه من تناول ذلك وهو لا يراه إلا الله؟ وانظر إليه وهو يرقب الشمس ومغيبها فلا يذوق شيئا ما بقي منها مقدار شعرة لم يكتمل غيابه. وتحضرني قصة حدثت لأحد الأصدقاء في إسبانيا، كان يمشي في أحد الأيام بين مدينتين بينهما مسافة كبيرة، فوجد رجلا إسبانيا تعطلت معه السيارة في الطريق المقفر، فنزل هذا الرجل المسلم وأعانه حتى أصلح السيارة، وبعد أن انتهيا من إصلاحها قام هذا الرجل الإسباني وأراد أن يضيف المسلم سيجارة، فقال له المسلم: شكرا. نظر الإسباني في جيب المسلم فوجد علبة سجائر موجودة في جيبه، فقال: أنت رجل تدخن، لماذا لا تأخذ مني؟ أنا أكرمك بذلك. قال: نعم أنا أدخن، ولكنني أنا رجل صائم. وما معنى صائم؟ قال: أنا رجل مسلم، ونحن المسلمون نصوم، وإذا صمنا امتنحنا عن الطعام والشراب وبالتبع الدخان. فقال: ولكن لا بأس أن تدخن الآن، فليس هناك كاميرات رادار، وليس هناك من يراك، ما في أحد. قال: لا، نحن المسلمون لا نخضع للمراقبة من الناس أو من الكاميرات، نحن نخضع لمراقبة الله سبحانه وتعالى. قال: لا تأكلون لا تشربون؟ قال: لا نأكل ولا نشرب، نحن تلقائيا ذاتيا نمتنع عن ذلك. تعمق معه أكثر
فإذا به ينطق بالشهادتين. أين ذلك مما حدث في إحدى الأيام في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، وذكرته مجلة المجتمع الكويتية على ما أذكر، أنه انقطعت الكهرباء لمدة نصف ساعة عن المدينة، فأحصى الأمن من الجرائم التي ارتكبت في هذه المدة 30 دقيقة ما يربو على الجرائم التي ارتكبت على مدار العام كله. انظر إلى الإسلام وهو يربي أبناءه على الامتناع عن المحرمات التي تدوق إليها النفس، وقد تمكن من الاستيلاء على مال الغير دون مشاهدة من أحد أو دون علمه، فيرجع إلى إيمانه فيغلبه إيمانه وتلومه نفسه، فترتد إليه يده قاصرة عاجزة عن اللمس أو المساس به. ثم انظر إلى الذي سرق وارتكب جريمة السرقة، إذا ثبت ذلك عليه أو أقر بذلك ثم أريد تطبيق الحكم الشرعي فيه، كيف حاول الشرع الرفق به ومنع من أن تكون فرصة للمغرضين للتشفي منه، فوضع الشروط الصارمة وأمر بدرء الحدود بالشبهات، فقال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، فلأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا يسري وينطبق على سائر الحدود. كل من أراد الآن في الطعن في الإسلام غالبا ما يلجأ إلى الحدود والقصاص، ولكن لو نظرنا إلى تعامل الإسلام في تطبيق الحدود والرحمة والرأفة في ذلك لقلنا فعلا إنه سبحانه وتعالى هو الرحيم. وانظر إلى ماعز عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الثانية والثالثة والرابعة من قبالة وجهه، حتى إذا أقر على نفسه 4 قال صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ أبك خبل؟ قال: لا يا رسول الله. قال: يا رسول الله أتيت حراما ما يأتي الرجل منها حلال. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى قومه يسأل عنه أهو بقوته العقلية، فعندما علم ذلك أمر صلى الله عليه وسلم برجمه لأنه لم يعد له خيار. أو أكثر من أن جاد لله بنفسه، فقد كان يؤثر عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. وانظر إلى المسلم وقد أصبح مراقبا لله في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته، لو أراد الإضرار بأحد قال: الله يراني، ولو أراد سرقة قال: الله يراني، ولو حدثته نفسه بالخيانة الله يراني، ولو أراد شتما إذا ما أغضب لقال: الله يسمعني ويراني، ولو أراد الغش لقال: الله يراني، ولو أراد القتل لأحد في غفلة من أعين الناس لقال: الله يراني، ولو أراد النظر إلى محرم لقال: الله يراني، ولو كان في حانوته أو سوقه أو فلات من الأرض أو في البحر أو في الجبل أو في الجو على متن طائرة لقال: الله يراني. ما الذي ينتج عن ذلك؟ الذي ينتج عن ذلك أن هذا الإنسان أصبح إنسانا سويا متوازنا بين ظاهره وباطنه، مستقيما في أفعاله وتصرفاته، أصبحت الاستقامة عنده سجية، وأصبح الخير عنده سجية، وأصبح الحق عنده طبعا، وأصبح الباطل والإضرار بالناس والسوء لا وجود له في نفسه وفكره وتصرفاته، وبالتالي أصبح الناس في أمان من الشر والضرر والسوء،
وأصبحت حقوقهم مضمونة وأموالهم مأمونة، فعاش الناس في سعادة وأمن ورخاء، ونعموا بالعدل والمساواة. وعندها تستحق الأمة أن يقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله لو علم غير المسلمين من عامة الناس حقائق الإسلام وغبروا أسوارها لما رضوا بغير الإسلام دينا، ولو علم أعداء المسلمين حتى من المحاربين الرحمة التي أرادها الإنسان للجنس البشري لطلبوا من الناس، وهذا إن أنصفوا لطلبوا من الناس أن يعتنقوا الإسلام، لأن الإسلام لا شر فيه لأحد. هذا في الحياة الدنيا، بل إن الإسلام لا يذهب أكثر من ذلك، فيرتب الأجر والثواب والوعد بالجنة في الآخرة لكل من طبق حكما من أحكام الإسلام وتعليما من تعاليمه. ونقف هنا لنقول إن ديننا أو إن دينا هذه بعض تعاليمه وهذه بعض حكمه أنزلها الحكيم الخبير العليم الرحيم إلينا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أكمله الله لنا وأتم علينا به نعمه، ورضيه لهذه الأمة ودعا إليه سائر الأمم، ليستوجب منا إدراك عظمته ودقة حكمته ووافر رحمته. فلنلهج بالشكر والامتنان للحكيم الخبير، ونسلم إليه الوجوه سبحانه، ونعود لنقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. صدق الله العظيم. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.